العلاج على نفقة الدولة قبل ما اخرج فاصل. هذا استثناء يعني يجب أن ينتهي. طب هو بس الناس مش فاهمة العلاج على فقر الدولة. هو العلاج على فقر الدولة هو عبارة عن ايه؟ ان الدولة بتدفع. ما هو لازم يبقى في جهة. بل على ايه العكس، الفرق بين علاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي؟ التأمين الصحي هو قائم على اشتراكات المواطنين. العلاج على نفقة الدولة هو تماما من الخزينة العامة للدولة. انا ما بدفعش اشتراك عشان ابقى داخل في العلاج. على العكس بقى، ده هو الشرط الوحيد ان انت تستحق العلاج على نفقة الدولة، انك ما تبقاش مؤمن عليك. ايوه بس دي مجموع، يعني تحس ان في حاجات متوازيه كده. هل ده استعدادا بقى؟ هل ده هيتم الغاءه ولما يبقى في تامين صحي؟ مما لا شك فيه ان كل الاموال دي هيتم ضخها في منظومه التامين الصحي. كام واحد بيتعالج على نفقه الدوله في النظام ده؟ المتوسط بنتكلم في 4 مليون تقريبا. 4 مليون بتكلفه كام تقريبا؟ السنه دي كنا بنتكلم في ما يقرب من 7 مليار. اعتقد السنه الجايه ممكن الرقم ده يزيد، يصل الى 10 مليار تقريبا. بس تاني برضو عشان تبقى الناس فاهمه، العلاج على نفقه الدوله هو ان الدوله بتدفع قيمه التدخل. صحيح صحيح، بس هو هنا طرق الوصول للعلاج على نفقه الدوله طرق معقده جدا دلوقتي. يعني معقده خالص. عن طريق ايه يعني؟ انت بتروح تكشف في المستشفى، في واحدة من ضمن أكثر من 700 مستشفى. مجالس المتخصصة؟ لا، المجالس الخبرية دي الجهة اللي بتصدر القرار. أنت ما بتكشفش المجالس ولا بتاخد ورقك وتروح المجالس، أنت بتروح المستشفى. رحت مستشفى إكس، المستشفى الإكس دي بتكشف عليك، بتقول إن أنت محتاج التدخل الفلاني. بتروح بعت هذا التقرير الطبي من خلال الإنترنت، أنت ما فيش حد بياخد حاجة، في خلال ثانية بيبقى موجود في المجالس. المجالس بعد ما ربطنا، وده جزء من التطور في المنظومة الصحية، الشبكة وهو الشبكة الإلكترونية والربط الإلكتروني والتطوير اللي دائما ما سيترس بتكلم عليه، وهو الرقمنة. خلاص أنا مجرد ما بيظهر عندي على شاشة أنا رابط بالتأمين الصحي، بيجي لي كده أحمر، لا ده مؤمن عليه. فما يتعالجش على نفقة التأمين. يتعالج على نفقة التأمين. نفق. أخضر يبقى ده مش مؤمن عليه، فبروح باعت القرار. يعني مين يتعالج على نفقة الدولة؟ وده سؤال. كل من ليس مؤمن عليه. أي حد يروح يقدم كده؟ أي حد من حقه يروح يتعالج على نفقة الدولة ما لم يكن مؤمن عليه، هيتعالج على نفقة التأمين الصحي.